السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب. مقطع جديد اليوم راح نلعب ماب باركور في روبليكس. حلو، اتمنى توصلوا هذا المقطع 100 لايك، اشتركوا انتم انتم مشتركين، وبسم الله نبدأ. طبعا الماب هذا مرة ايزي، ماب مرة سهل حلو، مهمة بس انك تنقز 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 الى ما لا نهاية. شفت الخطوط هذه الحمراء اللي حق اصقع فيها؟ لو اصقعت فيها راح تموت. طبعا انا راح اختصر الطريق لاني انا محترف في روبليكس ما شاء الله عليك. والله اللي عارف اني راح اموت. ايزي ايزي ايزي، والله تركيز. راح انقز فنتين فنتين. اوه طيب هذه ما ادري، الابيض صح؟ على الازرق خلاص فهمت، على الازرق ما الابيض. لو يعني لو طحت على الابيض راح اموت اكيد. هذه راح اروح على البنفسجيه، لا البنفسجيه صح، يب على البنفسجيه لو طحت راح اموت، فانا ما ابغى اموت. فيلا ليتس جو، ايزي ايزي، ننقز من هنا ننقز من هنا. الماب عباره عنك تنقز تنقز وتنقز الى ما لا نهايه. وهذه طبعا شرطات الزرق الغامقه لا اطيح فيها وصعبه الماب دي، صعب حبه صح؟ لا سهل 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 سهل، ما في شيء ما في شيء صعب علينا، ايزي. المربعات هذه كمان ايزي. المقطع عباره عن ماب مره سهل. خليني اسبق هذه بسرعه مره خارقه بسرعه. اوه ديم، هل يمديني اختصر؟ يب 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 يب، يمديني اسوسك. ويمديني اختصر؟ مستحيل، ابغى اختصر. اوه يمديني اختصر بذكاء خارق خارق جدا عن العاده، اختصارات يا شباب، احتراف روبليكس، احتراف احتراف احتراف، شيء مو طبيعي. خلينا نطلع السلم هذا ونطلع السلم اللي بعده والسلم اللي بعده، وعشان ننزل على المنطقه وين النهايه؟ شوف النهايه ذيك، الان راح اوصل للنهايه بكل بساطه. هذه ليش قاعده تموت؟ في احد يموت في الماب هذا السهل جدا؟ حرام تموتون، حرام تموتون، لانه الماب مره سهل. ايش قاعد تسوين كذا؟ اوه ما اصقع في الاصفر، حلو بس برضو سهل. والله ما صقعت في الأصفر، والله ما صقعت في الأصفر، والله ما صقعت، والله ما صقعت، شفتوا والله ما صقعت، والله مرة سهل صراحة الأمانة. تنقز هنا وتنقز هنا وتنقز هنا وتنقز هنا، قلت لكم تنقزون إلى ما لا نهاية. طبعا هذه لا تطيح في الأرض، لا تطيح في الأرض في المنطقة اللي هي البني فاتح، فإذا طحت راح تموت، فأنا ما أبغى أموت. ما مرة سهل، ما مرة إيزي. دقيقة، هذه كيف أعديها؟ هذه شلون أعديها؟ أوه لا أنقز، لو نقزت أموت، لو صقعت فوق أموت، بس إنك تمشي طبيعي ما راح تموت. أتحدوني أجيبها بدون ما أموت ولا أي موتة؟ شوفوا راح ننزل هنا، ثم نطلع هنا، ثم نطلع هنا، ثم ننقز فوق هذه. وربي إيزي، والله مرة إيزي، آخر روبليكس مرة حلو للأمانة، والله أنا مرة حبيت روبليكس. خلينا ننقز 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 إلى ما لا نهاية. طبعًا جبتها غلط من جديد، المفروض اني ما اطيح في اللون هذا الاصفر فاتح، امشي على اللون الاصفر غامق. حلو وبس، يعني تنقز هنا ومربعات هي تنقز تنقز الى ما لا نهايه. اتوقع لو والله اني حسيت لو صقعت اللون الاصفر هذا راح اموت، بس شوفوا راح اموت، يب يب راح اموت. انا صقعت اللون الاصفر او اني طحت تحت؟ والله اني طحت تحت، فما يبغاني اطيح. طب ايزي 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 ايزي، اسهل ماب على مر التاريخ هذا الماب، يحسسك انك لاعب مره اسطوري في روبليكس، وانك مديك تجيب كل ما مديك تختم كل العاب كل مابات الباركور، اتوقع كل مابات الباركور حلو بكل احترافيه وكل سلاسه. بس صدقني في مابات وربي مره صعبه 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 جهنميه يا رجل، ما يمديك تحلها ما يمديك تختمها. ايش فيك؟ كم مره مت؟ ممكن 16 مره مت، حرام المفروض اجيبها بدون اي موتة والله، لانه ماب مرة سهل، والله ماب مرة سهل. يلا 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 يلا، شوفوا كيف اجيبها وانا قاعد انظر فيكم. يب اجيبها وانا قاعد انظر فيكم. يلا 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 يلا، ايزي ايزي ايزي، هذه نمشي من هنا، شوفوا كيف اجيبها وانا قاعد انظر فيكم، لاحظوا انا قاعد انظر فيكم، ركزوا معي قاعد انظر فيكم. حرام 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 والله حرام، المرة الجاية بجيبها وأنا قاعد أنظر فيكم، قاعد أنظر فيكم، شوفوا قاعد أنظر فيكم. بجيبها وأنا قاعد أنظر فيكم، بجيبها وأنا قاعد أنظر فيكم، ما راح أجيبها وأنا قاعد أنظر فيكم خلاص. كم بقي لي أختمها؟ كم بقي لي تقريبا وصلت أكثر من 75% من الماب. يب يب. أوه ديم، أنا دائما أغلط فيها، دائما أموت، دائما أموت نفس الموتة، حرام والله، والله حرام.
هذه ايزي 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 ايزي. انقص انقص انقص. ليش مت في الاخير؟ والله حرام والله حرام والله المفروض ما اموت. يلا يلا يا ايزي. ليش قاعد اموت انا؟ والله حرام. يلا 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 انقص 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 بسرعه. انقص انقص بختمها بختمها خلاص. اوه بيتزا هنا، بيتزا داير على شكل بيتزا. ننقص عليها. يب 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 يب. اوه بدينا في الصعوبه. اوه بدينا في الصعوبه والله بدينا في الصعوبه. لازم اركز لازم اركز لازم اركز لازم اركز لازم اركز. اه جيت اموت. اوه ديم والله صعوبه والله والله صعبه والله صعبه والله صعبه. مي سهله اللي اول عديته والله. مي سهله والله صعبه. حتى هذه صعبه والله. هذه شوي صعبه مو مره صعبه. اوكي هذا نطلع السلم. هل يمديني اختصر؟ هل يمديني يعني مثلا اروح على الجهه الثانيه؟ ما اتوقع. راح اطيح راح اطيح لو استعجلت راح اطيح. ما ابغى اطيح ما ابغى اموت ولا اي موته. خلاص ما ابغى اموت. ابغى اسبق اللي قدامي. يلا وخر ممكن تاخر ممكن تاخرين. تعالي تعالي تعالي. يمديك تنقزين عادي يمديك يمديك تقتصرين الوضع. ياب 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 ياب. شوف شوف تمشي بكل سلاسه بكل دقه. هذه تسوي زي كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. يا الله احس انه احترف والله احس انه احترف. اوه في طابق ثاني. اوكي في طابق فوق 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 الى ما لا نهايه. خلنا نختمها طيب. اوه هذا الطابق صعب هذا الطابق صعب هذا الطابق مو سهل. الطابق هذا صعب جدا. اوكي يبغاني امشي على الابيض. يبغاني امشي على ايش؟ على الابيض ولا على الازرق؟ اوكي يبغاني امشي على الازرق. اتوقع هذا في طريق راح يذبحني. لا والله ما في اي طريق يذبحني. ايزي ايزي. الطابق هذا ان شاء الله بجيبه بدون ما اموت ولا اي موته ولا اي موته. شوفوا شوف يا الله شوف الطريق مره ضيق يا وربي. اشوف الطابق هذا مره صعب 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 صعب. يبغى له تركيز يبغى له تركيز. شوف ايزي 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 ايزي. انا توقعت انه سهل بس والله الطابق هذا شكله صعب. شكلي راح اموت انا الان. ابغى اموت ابغى اموت. لازم اركز لازم اركز لازم اركز. ديم ديم ديم. يبغى له تركيز 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 مره عالي. وشوف كيف طالع زي الدرج. يا الله خلاص كذا تمام. ايزا مت. حرام حرام كان نفسي ما اموت. شوف هذه يمديني انقص كذا يمديني انقص كذا يمديني انقص كذا. الحلو في الموضوع اختصارات. راح اختار اللون الازرق. بدينا اللون الازرق. طب ازرق بنفسجي ازرق ازرق بنفسجي ازرق. مت. يب حسيت حسيت اني راح اموت. ازرق بنفسجي بنفسجي. يلا 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 عديتها. الخط الاحمر عيسى لا تلمسه. الخط الاحمر عيسى لا تلمسه. الخط الاخضر عيسى لا تلمسه. انقص هنا انقص هنا انقص هنا ثم انقص هنا ثم انقص في الاخير. غلط فيها من جديد. ليش ردني من ورا؟ ليش ردني من ورا؟ حرام والله حرام. اوه اللعبة تصعب. قاعد تموت مرة كثير. اللعبة تصعب. قاعد تموت مرة كثير. حسيت اني راح اموت. والله حسيت حسيت اني راح اموت. يلا 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 يلا. يا الله 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 يا الله. قاعد اموت. تركيزي بدا يخلص تركيزي للأمانة. يلا 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 يلا. خلينا نعديها. طبعا هذه ننطق على الحمراء ننقص على الحمراء ننقص على الحمراء. وجبناها ونجيب اللي بعدها ونجيب اللي بعدها اللي بعدها. ايزي سهلة مي صعبة والله مي صعبة والله مي صعبة. وكمان هذه اوه ديم والله هذه صعبة والله هذه صعبة والله هذه صعبة والله هذه صعبة والله مي سهلة والله مي سهلة والله 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 مي سهلة والله والله مي سهلة. يا ساتر الماب بدا يصعب. تخيلوا هذا الطابق الثاني. اللعبة كم طابق؟ انا ما ادري كم طابق بس اتوقع ثلاثة او اربعة. والله اللعبة بدت تصعب والله بدت تصعب اقسم بالله. اللعبة مي سهلة. اوكي هنا هنا ما يمديني اسوي اختصارات ما يمديني اسوي اختصارات. ودي اسوي اختصارات ودي انقص. شوفوا انا المركز كم. انا المركز اوه ديم. انا المركز يا جماعة الرابع. بعدي ناس مرة كثير مرة كثير. شوفوا النقاط اللي فوقي. اوه اوه والله بقي لي مشوار مرة طويل مشوار مرة طويل بيني وبين بيني وبين الثالث. مشوار مرة بعيد مرة بعيد. اتوقع ان الماب يعني راح يطول شويتين. ممكن ثلاث طوابق ممكن ثلاث طوابق. خلنا نشوف والله ما ادري. خلنا نشوف كم طابق الماب. ما ابغى اطيح ما ابغى اطيح ما ابغى اطيح. راح نمشي. اوكي
ليش الحمرة تذبحني؟ ليش 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 الحمرة تذبحني؟ ليش؟ طب اوكي الحين الخط الاحمر لا نلمسه، لو لمست راح اموت. الان راح نمشي على الازرق، راح نمشي على الازرق. والله اختصارات، والله اني رهيب، والله اني رهيب. اوكي هذه دائما اختصر. ليه؟ الله يا الله. اوكي يقول لي هذه لا تلمسها. والله ما لمستها من بعيد، والله من بعيد، والله 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 من بعيد، والله من بعيد، والله من بعيد، والله من بعيد. يا انا شكل خلاص انا راح امشي زيده. ايش اسوي طيب؟ ايش اسوي من بعيد يا رجل؟ يا رجل بشويش، بحذر بحذر بحذر، ذبحني. هي لو لمست الاحمر راح اموت. والله ما ادري بس ماني بخاطر، ما ابغى المس الاحمر. شوفوا كيف الصعوبه، شوفوا كيف الصعوبه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يس عديتها. يسلة المس الاحمر، يسلة المس الاحمر، لا تلمس الاحمر، لا تلمس الاحمر، لا تلمس الاحمر. سهل ايزي. كنت بختصر بس انها ما زبطت معايا الخطه، فشلت الخطه. خلينا يب 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 يب. انا ماشي في الطريق السليم، انا ماشي، انا ماشي في الطريق السليم. حلو. اوه هذا الاحمر شكله ما يبغانا نلمس الاحمر، ما يبغانا نلمس الاحمر. طب سهله سهله، مي صعبه. تمشي بس مع الجنب، لازم تشغل مخك وانت تلعب. اذا شغلت مخك راح يصير كل شيء سهل عليك، ما راح يصير اي شيء صعب عليك. يب يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. خلاص خلصنا 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 خلصنا، والله خلصنا خلصنا الطابق، خلصنا الطابق. يا تعبت من كثر ما انقص، تعبت والله، تعبت من كثر ما انقص والله. فين النهايه؟ ابغى اعرف النهايه فين. يا ساتر يا ساتر. لا اله الا الله، تعبت من كثر ما انقص والله، والله تعبت. يلا يبغى له تركيز. تركيزي راح، تركيزي مره راح. يا ليتني اقدر اشتري نفسي، اشتري يوه. والله تعبت 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 والله، تعبت والله اني تعبت من كثر ما انقص. يوه والله 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 يا جماعه الطابق هذا صعب صعب صعب، مره صعب، مو سهل والله، مو سهل والله، مو سهل. مت مره كثير، توقعت اني ما راح اموت ولا مره، بس والله اني مت مره مره كثير. حلو، الى درجه نسيت كم مت، ممكن مليون الف مره مت. حلو. هذه سهله، هذه مي صعبه، هذه مي صعبه والله، هي سهله، هذه سهله. ما اقدر اختصر، ما اقدر اختصر. الطابق الثالث، دقيقه خلينا ننظر في السماء فوق. دقيقه كم طابق؟ 1 2 3. انا والله يا جماعه هنا تعبت، مره تعبت. حلو. ويا جماعه تخيلوا من كثر ما انقز تعديت طابقين طابقين، والحين انا في الطابق الثالث اللي ختمته يا جماعه 12%. 12% بقي لي تقريبا 80% او 90%. حلو، عشان بس اختم الماب هذا. والله ماب شكله مره طويل، مره طويل. الماب عباره عن تنقيس بتنقيس. حلو، انا والله مره تعبت من كثر ما انقز. طب هنا وصلنا لهذا المقطع، كان معكم عيسى، نشوفكم مقطع ثاني. السلام عليكم.